مرحبا بكم في قناتي أخبار الرياضة. في جديد أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على موهبة جديدة، ويتعلق الأمر باللاعب ستان بركاني لاعب نادي كلارمونفوت الفرنسي، والذي يعتبر من خيرة المدارس الكروية في فرنسا. اللاعب ستان بركاني من مواليد سنة 2003 بفرنسا، أصوله الجزائرية من جهة الأب وتحديدا من ولاية تلمسان، في حين أنه أم اللاعب من أصول فرنسية. تكون اللاعب ستان بركاني في مدرسة تكوين نادي كلارمونفوت الفرنسي، يلعب في منصب وسط ميدان هجومي مع فئة أقل من 19 سنة. طوله 1.78 سنتيمتر ووزن اللاعب 65 كيلوغرام. يتقن التحكم في الكرة ويمتاز بالسرعة الفائقة فوق أرضية الميدان، مع العلم بأن هذا اللاعب شاب مرتبط بعقد مع نادي كلارمونفوت الفرنسي يمتد إلى غاية سنة 2023. وفي خبر آخر، لم يتقبل اللاعب أنس حاجي موسى لاعب نادي لانس الفرنسي عدم تصريحه من قبل إدارة ناديه للالتحاق بطلب وصول المنتخب لفئة أقل من 20 سنة، والذي أجرى يوم أمس مباراة ودية ضد أكابر نادي مولودية العاصمة، والتي انتهت نتيجتها بتعادل الإيجابي 3-3. مع العلم بأن اللاعب أنس حاج موسى يمتلك إمكانيات بدنية وفنية كبيرة، بالإضافة لمراوغاته السحرية التي تمكنه من اختراق دفاعات الفريق الخصم، وهو ما جعل اللاعب محل متابعة من قبل العديد من الأندية الأوروبية من إيطاليا، إسبانيا وكذلك إنجلترا، إلا أن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي هو الأقرب للاستفادة من خدماته خلال المركات الصيفي القادم. سلام.